مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم الى نشرة الاخبار من التلفزة الموريتانية، والبداية بابرز العناوين. بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال استغلال المناجم من قطاع البترول والطاقة والمعادن، ينظم ورشة تشاورية حول النصوص التطبيقية للمدونة المعدنية. وزارة الصيد والاقتصاد البحري تنظم حفلا لإعلان اعتماد مختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وفقا لنظام الجودة العالمية إيزو. مع اقتراب موعد انطلاق حملة الانتخابات البلدية والتشريعية، التلفزة الموريتانية تباشر إرسال بعثاتها الصحفية والفنية إلى جميع عواصم الولايات. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل النشرة. احتضنت العاصمة صباح أمس أعمال الورشة المخصصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن النصوص التطبيقية لمدونة المعادن، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال استغلال المناجم. ويسعى اللقاء إلى معرفة وجهات النظر بشأن التعديلات التي أدخلت على هذه المدونة التي تشكل إطارا تنظيميا وقانونيا لتطوير وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع. تسعى هذه الورشة إلى إطلاع المشاركين من مختلف مؤسسات المعادن على التعديلات التي أدخلت على مدونة المعادن، خاصة ما يتعلق بالنصوص التطبيقية. وتعتبر هذه المدونة إطارا قانونيا وتنظيميا وضعته السلطات العمومية بهدف تطوير قطاع المعادن من خلال تحفيز الاستثمارات ودعم تنمية المناطق التي تتوفر على مقدرات منجمية. إن وضع هذه المدونة موضوع التطبيقي يتطلب توضيحا وتحديدا لمشاريع النصوص التي نلتقي اليوم من أجلها، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين القطاع المعدني من لعب الدور المناطي به على أكمل وجه، حتى تتسنى له المساهمة بشكل ملموس ومستمر في تكوين ناتجنا الداخلي والإجمالي، وفي توازن موازنتنا التجارية، وفي التشغيل ودعم قدراتنا من أجل تحكم أفضل في التقنيات والتكنولوجيا. وقد كان هذا اللقاء فرصة سمحت بنقاشات معمقة وتبادل الآراء حول النصوص التطبيقية لمدونة المعادن، إضافة إلى تقديم عروض حول طبيعة التعديلات التي أدخلت على هذه المدونة ومدى استجابتها لتطلعات الدولة والمستثمرين الوطنيين والدوليين. أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري أمس على حفل بدء اعتماد مختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وفقا لنظام الجودة إيزو. وستعزز هذه الخطوة جهود بلادنا في مجال المحافظة على الثروة السمكية وضمان سلامة منتجات الصيد البحري. في الفترة الأخيرة عمل المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك على تنفيذ البرامج المرسومة في خطة عمله السنوية، وقد تمحورت خطة العمل هذه حول أربعة محاور رئيسية، من أبرزها الحصول على مواصفات الجودة إيزو 17025. وفي هذا الإطار يتنزل هذا اليوم التحسيسي الهادف إلى اعتماد مختبرات المكتب. وقد شارك في هذا اليوم التحسيسي عدد كبير من أهل القطاع والخبراء والباحثين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العمومية والخاصة. وشكل هذا اللقاء مناسبة تحدث فيها السيد حمادي والحمادي وزير الصيد والاقتصاد البحري عن أهمية هذه التظاهرة. نحن نطمح إلى أن نرتقي إلى مستوى الثقة التي منحنا إياها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، والتي جددها لنا خلال لقائه الأخير يوم 3 نوفمبر الجاري بمناسبة التهاني التي أراد توجيهها مباشرة إلى الفريق القائم على مفاوضات اتفاقيات الصيد البحري. وأؤكد لكم أن القطاع سيواصل مواكبة مسار اعتماد نظام التفتيش الصحي للمنتجات الغذائية الإجباري لمصالح التفتيش الرسمي على المنتجات، الذي بدأتموه لتمويل برامج زودة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه إلى فاعلي
ومهنيي قطاع الصيد البحري والمستهلكين ومستوردي منتجات الصيد، أذكرهم أنهم في نهاية المطاف هم المستفيدين الحقيقيين من هذه النتائج التي تشكل بالنسبة إلى بلادنا مصدر فخر واعتزاز. المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك تحدث بدوره عن الدور الذي لعبه القطاع من أجل الحصول على هذه المرتبة المتميزة والتي تشكل ثمرة للجهود التي بذلها أطر المؤسسة والتي توجت بهذا الاعتماد. أما ممثل التعاون الألماني السيد كلوس ميرسمان فقد أشاد بالدور الذي تلعبه لونسبا في سبيل تثمين المنتوج الوطني من الأسماك. وزير الصيد والاقتصاد البحري صحبة وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة تجول في مختلف أجنحة المعرض واستمع إلى شروح فنية مفصلة قدمها القائمون على المعرض المنظم بهذه المناسبة الإعلامية. وزير الصيد والاقتصاد البحري اختتم زيارته بتفقده الأجهزة المتطورة التي يتوفر عليها المكتب فيما يتعلق بالمعالجة والتحاليل. وفي مدينة روسو أدت وزيرة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الإعلام والاتصال زيارة تفقد واطلاع لبعض المصالح التابعة لقطاعها، وشملت زيارة المكتب الجهوي لصناديق الادخار والقرض ومركز التكوين المهني وجناح دمجي حملة الشهادات في مزرعة بوريا. خلال زيارتها لمدينة روسو اطلعت وزيرة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاتصال والإعلام السيدة فاطمة متحبيب على سير العمل في صناديق الادخار والقرض كاباك، حيث أكدت على أهمية التمويلات الصغيرة ودورها في التحسين من معيشة السكان والرفع من المستوى الاقتصادي للبلد. وعلى مستوى مركز التكوين المهني بمدينة روسو ذكرت السيدة فاطمة حبيب بالدور الذي يلعبه المركز في التأطير والتشغيل والحد من البطالة والاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الخبرات الأجنبية في مجال التكوين المهني. وفي مزرعة بوريا الجناح الخاص بحملة الشهادات أكدت السيدة الوزيرة على أهمية هذا المشروع الذي استفاد منه ما يزيد على 180 شخصا من حاملي الشهادات، مضيفة أن المستفيدين حققوا نتائج ملموسة في المجال الزراعي والرعوي وأنهم شاركوا في 5 حملات زراعية على الرغم من وجود مشاكل بنيوية. وتعهدت السيدة الوزيرة بحل المشاكل المطروحة بشكل عام. هذه الخدمات جيناها اليوم من أجل الاطلاع عليها ومن أجل النقاش مع الناس اللي مكلفة بها جميع المشاكل المطروحة من أجل الحلول المناسبة، وقالب الأمر على أن الحمد لله النجاحات أكثر من المشاكل لا في كابك قد التمويلات الخفيفة دعمهم للمواطنين وتسليم لهم القروض بشكل سهل وخفيف. مركز التكوين المهني اطلعنا عليه من أجل كشف عن واطلاع على المشاكل المطروحة من أجل إيجاد لها حلول مناسبة في أسرع وقت ممكن، ومن أجل تحسيس على أهمية التكوين المهني والتقني. وبالنسبة لمزرعة أمبورية جينا مولي نفس الشيء من أجل تشخيص الوضعية وإيجاد آليات الحلول من أجل تعاون دمج هذا حملة الشهادات، وفم قدر من المشاكل ودور نشاف لها إن شاء الله حلول مع القطاعات الخاصة. ممثل الرابطة الوطنية لحملة الشهادات السيدة توفيق والسيدي والبكاري أشاد بهذه الزيارة وبالجهود التي بذلتها الدولة في دمج حملة الشهادات في الحياة النشطة. انطلقت بنواكشوط عمل ورشة تشاور بين الدولة والقطاع الخاص حول النظام الضريبي بإشراف من قطاعي الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة. وسيتم خلال هذه الورشة عرض عدة محاور تتعلق بنظام الجبائي والإصلاحات المتخذة لتطوير أداء القطاع الخاص. النظام الجبائي في بلادنا وإجراءات الرقابة والتحصيل وتسوية النزاعات والإصلاحات الجبائية المتخذة عروض سيتم تحليلها ونقاشها خلال هذه الورشة التشاورية بين القطاعين العام والخاص حول النظام الضريبي بغية تعزيز الحوار بين هذين القطاعين. يدخل تنظيم هذه الورشة في إطار تفعيل التشاور بين الدولة والقطاع الخاص
حول مواضيع ذات أهمية كبرى بالنسبة لتنمية القطاع بغية تحسين تنافسيته ومشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي يشكل مرجعية خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2011-2015 التي تعتبر هذا القطاع محركا للتنمية وفاعلا أساسيا في محاربة الفقر. الورشة التي تدوم يومين والمنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة يمول أشغالها الاتحاد الأوروبي، وسيتوزع المشاركون خلالها إلى 4 مجموعات لإعداد المقترحات المتعلقة بالضريبة المباشرة وغير المباشرة ونظام الرقابة الجبائية ونظام التحصيل وصياغة المقترحات المتعلقة بهذه المحاور قبل تقديمها للسلطات العامة. مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية الممهدة لاقتراع 23 نوفمبر لاختيار المجالس البلدية والنواب، استكملت التلفزة الموريتانية إجراءاتها لضمان تغطية حيادية لهذه الحملة وباشرت إرسال بعثاتها الصحفية والفنية إلى جميع أواصم الولايات. الزميل مختار باب الورقة التالية حول هذه الاستعدادات. التلفزة الموريتانية انطلاقا من موقعها الريادي بين المؤسسات الإعلامية الوطنية على أن تكون حاضرة في الميدان لمواكبة أحدث التطورات وجعل مشاهديها الكرام بالصورة والصوت أمام ما يدور حولهم من مستجدات وطنية تهم المواطن بالدرجة الأولى والبلد بشكل عام. ولأن الانتخابات البلدية والبرلمانية على أبواب، تبنت هذه المؤسسة الإعلامية خطة عمل واضحة ستمكن مشاهديها الكرام أينما كانوا من متابعة أصداء هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلد بأسلوب إعلامي حيادي ومهني. وقد وفرت الإدارة العامة لهذه المهمة الخاصة طواقم أكفاء من الصحفيين والفنيين والمهندسين سيعملون طيلة أيام الحملة الانتخابية على إعطاء الحدث ما يستحق، وذلك من خلال البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية اليومية. على مستوى قطاع الأخبار شكلنا فرقا لأول مرة، جميع عواصم ولايات البلاد ستكون مغطاة خلال هذه الحملة الانتخابية النيابية والبلدية. كذلك تم تقسيم نواكشوط إلى مقاطعات، كل 3 مقاطعات شكل لها فريق، وستكون التغطية يوميا إن شاء الله على التلفزة الموريتانية في نشرة خاصة أعدت لهذا الغرض. سنواكب الأجواء بصفة عامة هنا في نواكشوط وفي عواصمنا الداخلية إن شاء الله. فنيا ولوجستيا اتخذت التلفزة الموريتانية كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن نقل الحدث من جميع أصقاع البلاد بكل حياد ومهنية مع احترام المعايير والنصوص التنظيمية التي حددتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. وهكذا وبعزيمة واستعداد وبنشاط وحيوية انطلقت بعثات التلفزة الموريتانية متوجهة إلى جميع عواصم الولايات حاملين إلى جانب رسالتهم النبيلة شعار التزام بالحياد وعمل صحفي مهني. نتمنى لبعثاتنا التي انطلقت إلى مختلف ربوع الوطن التوفيق في مهامها. ينفذ قطاع الداعية والتنمية عدة تدخلات في مجالات تنموية مختلفة تهدف بالأساس إلى دفع التنمية الاقتصادية الوطنية عموما وتشجيع المبادرات والنشاطات الاقتصادية الفردية والجماعية. ومن جملة تدخلات صندوق الداعية والتنمية نعرض الليلة تقريرا حول دعم الصندوق للخدمات السياحية والترفيهية في العاصمة. عمل الصندوق الإداعي والتنمية منذ إنشائه على تقديم الدعم والتمويلات بهدف الإسهام في تطوير وتنمية العديد من المجالات الاقتصادية والنشاطات الفردية والجماعية. وفي مسعى من مؤسسة الصندوق الإداعي والتنمية إلى دعم وترقية القطاع السياحي والترفيهي، وجهت مبالغ مالية معتبرة من خلال اتفاقيات تمويل إلى العديد من الفنادق والمجمعات السياحية والترفيهية. جملة الإصلاحات والتجهيزات التي كانت محط اهتمام الفاعلين الخصوصيين أبرزت أهمية إسهام الصندوق الإداعي والتنمية عبر تدخلاته المالية في إخراج بعض البنى الفندقية والإقامات إلى مستوى يرقى لتطلعات السياح والوافدين من داخل وخارج البلاد. صندوق الإداعي والتنمية تقدم له بطلب من أجل توسيعة الفندق الإدريسي ووافقوا عليه الحمد لله. الاستثمار فيها مكننا من نجهزه، عندنا قاعات اجتماعات وقاعات المحاضرات
جهزناهم والمطعم تجهيزاته كلها عن طريق لدعوة التنمية. سي دي دي هذا كان عنده نتائج جد إيجابية بالنسبة لنا احنا، هذا وهل إقامة عزة. المساعدات اللي اشتركنا معاهم، والله الاتفاقية اللي اشتركنا معاهم ما بخلونا في شيء. احنا هم اللي عدنا على المستوى اللي طالبة منا المؤسسة، وتبارك الله كان استحضارنا لاستقبال السواح وخطارنا وهذا الشيء كان على المستوى، وتجهيزاتنا وهذا الشيء كامل. قيمة تدخلات صندوق الإيداع والتنمية تجاوزت المردودية الاقتصادية بحسب المتابعين، لتخلق مجالا آخر من مجالات دعم وتشجيع السياحة في بلادنا. الصندوق يهدف إلى دعم طبعا يا التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد بصفة عامة، وإلى مواكبة السياسات الاقتصادية العمومية للدولة، وفي هذا الإطار يعطي عناية خاصة للقطاع السياحي بصفته قطاع محوري. في ذاك الإطار تمت مواكبة العديد من المشاريع، والقلاب المالي لتمويلات صندوق الإيداع والتنمية تجاوز الآن 10 مليارات أوقية، تم تخصيص جزء منها معتبر للقطاع السياحي، تجاوز إذا التمويلات أيضا 600 مليون. هذه التمويلات طبعا استفاد من القطاع الخاص. الاهتمام بدفع التنمية الاقتصادية خاصة في بنى السياحة والترفيه في القطاع الخاص يعكس في جوانب أخرى رؤية تنموية تواكب المسار العالمي لثنائية التطور والاستقرار. من نشاطات الأحزاب السياسية، عقد حزب الصواب مساء أمس بالمرشوط مؤتمرا صحفيا، أعلن خلاله عن رفضه اعتماد الجهة الوطنية المستقلة للانتخابات لشعار تقدم به أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات يشبه شعارا كان حزب الصواب قد تقدم به كشعار لحملته الانتخابية وتم اعتماده من قبل اللجنة. رئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام الحرمة قال إن هذه الخطوة ستشوش على ناخب الحزب، وطالب اللجنة المستقلة للانتخابات بمراجعة قرارها حول هذا الموضوع. أعلن رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس السيد كان حمد بابا أمس في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب عدم مشاركة حزبه بالانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة. وجاء في بيان صحفي وزعه الحزب على هامش هذا المؤتمر أن الحزب يعرب عن نسبه لما وصفها بانعدام الثقة بين السلطة ومنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية وغياب اتفاق سياسي حول انتخابات توافقية. وانتقد السيد كان حمد بابا ما قال إنه إصرار من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات. نظمت اللجنة الوطنية لشباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ندوة تحدث خلالها عديد من قيادات اللجنة عن مواقف الحزب من مختلف التطورات الحاصلة على الساحة السياسية في البلاد، وأشاد المتدخلون بالإنجازات التي تحققت انطلاقا من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز، والتي مست اهتمامات وتطلعات الشباب في إشراكه في العملية السياسية والتنموية الاقتصادية للبلاد. نظم مساء أمس سلك المفتشين التربويين للتعليم العام والفن تظاهرة بدار الشباب القديمة بالتعاون مع النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي بمناسبة صدور إطار قانوني يكفل لهذه الشريحة من الأسرة التربوية حقوقا ستساهم في التحسين من أدائها في مجال تطوير المنظومة التربوية. وقد ذمن سلك المفتشين التربويين جهود السلطات العمومية الرامية إلى ترقية المناهج التربوية وتقويم وتأطير الهيئات القائمة عليها. احتضن مقر الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا أمس تنظيم ندوة رعتها الاتحادية العامة لعمال التعليم والنقابة الوطنية للمعلمين. وقد كانت هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان التعليم في موريتانيا إلى أين، مناسبة تحدث خلالها عدد من الباحثين والمهتمين بمجال التعليم عن آرائهم وتصوراتهم بشأن تطوير أداء التعليم واستجابته لمتطلبات العصر.
نظم سكان مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول مسيرة تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بعد القرار الرامي إلى إطلاق سراح 10 شبان تم اعتقالهم مؤخرا على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا. ورفع المشاركون في هذه المسيرة الراجلة شعارات تؤكد على ضرورة احترام الوحدة الوطنية ونبذ كافة مظاهر الفوضى التي قد تعيق مسيرة البناء والتغيير في البلاد. وثمن سكان كيهيدي التدخلات التي قامت بها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وفي ولاية غورغول على وجه الخصوص. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رفض الولايات المتحدة لبناء الاستيطاني واصفا الاستيطان بأنه غير شرعي. تأتي تصريحات كيري في أعقاب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى منطقة الشرق الأوسط لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة بعد تزايد عمليات الاستيطان الإسرائيلي. وخلال وجوده في القدس عقد الوزير الأمريكي جولة من المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد بعدها سعيه الحثيث على إحياء محادثات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبعد لقائه مع نتنياهو توجه الوزير الأمريكي إلى بيت لحم حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهنا أكد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصمم على إقامة سلام دائم في هذه المنطقة الحساسة، وأن الاستيطان عمل مرفوض وغير شرعي. وتأتي تصريحات كيري رداً على ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين من أن هذه التفاهمات تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وكان من نتائجها إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما نفته السلطة الفلسطينية بشكل قاطع واعتبرته مجرد ذريعة ومزايدة دأبت حكومة الاحتلال على انتهاجها في حملاتها الدعائية. أدى انفجار عبوات ناسفة صغيرة استهدف مقر الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شانشي شمال البلاد إلى مقتل شخص وإصابة 8 أشخاص، أحدهم حالته خطرة وفق ما أعلنته الشرطة ووسائل الإعلام المحلية. ويأتي هذا الهجوم بعد 10 أيام على اعتداء وقع في ساحة تيان يمين في العاصمة الصينية بكين. وبهذا الخبر من الصين ننهي النشرة وإلى العناوين. بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال استغلال المناجم قطاع البترول والطاقة والمعادن ينظم ورشة تشاورية حول النصوص التطبيقية للمدونة المعدنية. وزارة الصيد والاقتصاد البحري تنظم حفلا لإعلان اعتماد مختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وفقا لنظام الجودة العالمية إيزو. مع اقتراب موعد انطلاق حملة الانتخابات البلدية والتشريعية، التلفزة الموريتانية تباشر إرسال بعثاتها الصحفية والفنية إلى جميع عواصم الولايات. نهاية النشرة، إلى اللقاء بحول الله.